الحباب السلام عليكم. غنتلاقاو في فيديو، غنتلاقاو في فلوغ، فيديو فلوغ صيفي. هادي 8:30 تاع الصباح، خرجت انا وريان بكري تقدينا، عندي شي حاجه بغيت نتقدا من السوبر مارشي. تمشيت السوبر مارشي تاع لوكلير انا وريانو. ريان مع الصباح راه تلبس سروال، انا تلبس سروال على قبلت مع الصباح بكري، تيكون عندنا البرد، ما تيبدا الحال سخون حتى توصل هذيك الربعه، بعد نوبه الخمسه فوالا، ولا تتوصل تطلع الشميشه مزيان، بعد نوبه تتصب الشتاء. المهم هنايا في الصيف في فرنسا شهر 7 و8 احنا مولفين انها مره تتصب الشتيوه. المهم دوره في سوبر مارشي، جيت نتقدى شحال من حاجه ليا خاصني على قبليت، مثلا ناكلش اي حاجه كيما عرفتو. المهم مثلا ناكلش دوك البسكويات العامرين بالشوكولات والماكله فيها السكر بزاف، المهم تنختار شي شويه. المهم درت في الدخله، كاينين هاد لي برودوي تاع الصيف، الصيف صنادل والمايوات وهادشي تاع الوليدات الصغار، الناس الكبار والناس والوليدات الصغار. المهم هاد لي كومبي، هاد ماشي دي كومبي، سيرفييت تيلبسوهم على قبل السيرف. هنايا حاطين هاد الصنادل تاع ايزوتونير، واحد الماركه زوينه، فيها البانطوفات، فيهم نظاظر، فيهم هداكشي تاع الوليدات الصغار وفيهم حتى الوليدات الكبار. المهم شابوات تاع البحر. المهم عاد الصباح من تنجي محلك مع الصباح تنفيلمي شي شويه، لان تتكون الدنيا خاويه، سينو ما نقدش نفيلمي صراحه. لم تعجبنيش نشد بنادم بزاف. هنايا هاد العيبات تاع لي بلونش تاع السيرف هنايا زوينين. قال لي ريان بغيت اشريهم ليا ماما، قلت لي وليدي غير نشريهم لك غير يبقاو محطوطين بالناقص، من الاحسن بلا ما المهم نشري شي حاجه فيها منفعه، اما بحال هادو انا عارفه وما نشريهم ونحطهم في الاخر ما يدير بهم حتى شي حاجه غير لا ديكوراسيون، ما كاينلاش كما تنقولوا. المهم درنا فهاد واحد الدويره. المهم كنت ناخذ لي واحد المايو، ما لقيتش لاطاي تاعو، هو ديجا عنده المايوات، قلت ماشي مشكل. دزت فهاد البلاصه تاع سميتو الخضروات، لقيت هاد الديكور دايرين الكلا، قلت والله تنصوروا ليكم. المهم انا الخضره تناخذها من غون فري، هي اللي تنتقدى منها الخضره، دايما تكون الخضره عندهم طريه وداك الشيء. جيت هنايا لغيون تاع جيغبلي بغيت نشري لي بسكوي ليا تاع الفطور، وبعد نوبه تاع الكوتي، ولا بحال هكذا كان دارني جوع تناخد هادو تاع جيغبلي. راه ما غاليينش البنات، راه ثمنها مناسبه وناقصين بزاف من السكر ودياتيتيك. المهم انا هنوريكم شحال من حاجه في هاد لغيون. هاد لغيون انا تعجبني، كاين هذا تاع جاردان بيو تاع ليا ناتور، تنشري هذا العصير تاع الرمان، فيه بزاف المنافع تاع الرمان غزال البنات. كاين بزاف الانواع تاع البيسكوي ناقصين من السكر، فيهم بزاف المنافع، او ميم طون تتاكلي وما تتخافيش انك تغلاضي، فوالا فيهم السعرات الحراريه ناقصين. مشيت واحد لو غيون تاع العبار، خديت منه الماكاداميا، وخديت سميتو هذاك جينجومبغ الزنجبيل قاسح ناشف، تيعجبني الماكاداميا. هاد الحبوب تاع الماكاداميا تنشريها الزيت على قبيلة شعري وعلى قبيلة الوجهي وتناكلها، الزينة تتعجبني. خديت العدس، خديت العدس هذا سميتو كوغاي زوين، تنديرو طويجين. المهم تقديت حل من حاجة، ولكن هاد الخرجة مع الصباح اليوم ليا انا، يعني هذاك الشيء اللي تيعجبني شريته، يعني كانت تقضية تاع الدار، وبعد نوبت تنستوكي واحد البلاصة جيتي انا تناخد تنشري منها، تنشري وتنخدم بها غير انايا. المهم دست لوغيون في هادشي تاع لي بلونت، هنشد لكم على الابيسكوس، سميتو الابيسكوس هو الكركادي. هاد الكركادي تيليق تخلطيه الطبخ وتخلطيه مع الحنة تيخرج لك اللون احمر، ولا تتشديه تطبخيه وتديريه عصير تتشربيه زوين صحي حتى هو، ولا تطحنيه. انا تنشريه مطحون من اغومازون، واحد السيت اللي تنشارك معاكم على قبلية الحناني والقلب الهاني، ماشي امازون، اغومازون البنات. هنايا مشيت لجيغلينا، هاد لوغيون تاع جيغلينا، راه ديجا بارطاجيت معاكم فطور تاع جيغلينا، تنشري هاد البسكويات، والله الا البنات لا ثمنهم مناسب وناقصين من سميتو السعرات الحراريه، و او ميم طون انا بحال هكذا اللي كنت خارجه وخدامه ومع 12 ما دركنيش الوقت في بلاصه ما ناكل اي حاجه،
تنجبد واحد لاباغ تاع هاد الشيء وتناكلها، تشد ليا سميتو توقف ليا الجوع بما ندخل الدار على خاطري في بلاصه ما ناكل اي حاجه خايبه. المهم هاد لو غيون، هاد لو غيون تاع سميتو تاع جيغ بلي تاع جيغ لينيا فيهم بزاف لي مارك، على قبلت على قبلت المنتوجات يكونوا ناقصين فيهم لي كالوري. ها هو العزيز عليا انا هذا تاع السيزام تاع الجنجلان، تعجبني الحلوه اللي فيها الجنجلان، هاد الجنجلان تعجبني انا يا البنات. المهم خديت هذاك الشيء اللي خديته، خديت تقريبا شي 10 الباكيات باش نكون ترونكين بالنسبه لواحد دو سيمين. هنايا شديت لكم على الكونفيتور تنشري حتى هو ناقص بزاف منه من السكر، وخا انا ما تناخذش بزاف الكونفيتور، تنفضل انني ناكل زيت العود والعسل بعد النوبات مع الصباح، تعجبني زيت العود والعسل. المهم هنايا باتيليير، هاد باتيليير واحد لاغام زوينه نقيه فيها بيو طبيعيه بالنسبه للحلوى، الناس اللي تيبغيو يصيبوا الحلوى انا تنجي تنشري منها الحلوى هذاك البودغ تاع الحلوى والكاغاغاغ، الكاغاغاغ تتعوض جيلاتين، هي تتجمع لا كريم فريش نباتيه ما فيها حتى شي حاجه خايبه ما فيها حتى شي حاجه شيميك. المهم هاد لاغام انا تنخدم بها بزاف وتتعجبني. المهم هاد الدويره تاع هاد النهار بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا الشيء، وتعطيكم فكره لاغاغاغ زوينه تتعوض الجيلاتين البنات. المهم هاد الصباح كملت قضيه، دخلت للدار ستفت، ما نوريكمش هذاك الشيء باش ما يجيش الفيديو طويل، ستفت هذاك الشيء كله اللي ستفته وهنمشي انا ورايا نعدو رونديفو مع لابسيكوموتريسيان. لابسيكوموتريسيان غنخلي لكم الفيديو تحت قناه الوصف، المهم صندوق الوصف غنخليه لكم باش نشرح لكم اشنا هي لابسيكوموتريسيان، ماشي هي لورتوفونيس، لابسيكوموتريسيان بوحدها. المهم جات معطله، جبت الكره من الطوموبيل وعطيت ريان يلعب شي شويه، بدل الحوايج على قبليت، بدات مع العشره، بدات العشره ونص بدات الشمس تطلع شي شويه ولكن ماشي بزاف صراحه لله. المهم ما طلعت الشمس اليوم بزاف، المهم وكان في الاخر تاع شي شويه تاع البرد. المهم لعب شي شويه، دخل دوز الحصه مع لا بسيكوموتريسيان، عاونته على قبليت الكتابه، عنده مشكل ولدي الكتابه، تيكتب كبير وتيكتب مخربق وتيكتب ما مزيانش. المهم حنا دايرين معاه الواجب على اساس اننا نعاونوه بالنسبه للكتابه وبالنسبه شحال من حاجه بالنسبه للحس الحركي. ومن بعد لبسيكم تخسيان ديتو للبحر يلعب شي شويه واحد الساعه ونص المكانه، انا كنت دايره مع واحد السيده صاحبتي انني نخرج انا وياها في الاخر تاع العشيه، تيجي راجلي في الاخر تاع العشيه، مره مره تنخرج معاها، هي عندها تبارك الله وليدات بزاف وتتبغي مره مره تخلي وليداتها كلهم مع باهم وتضرب هاد الشي شويه البرد، فوالا تتبغي نخرجوا يضربنا شويه الغربي كما تتشوفوا الدنيا تتصفر، كان الجو مزوينش واصلا هاد العام ما عرفتش اش كاين. المهم ما كاينش بنادم كتير، ما كاينش بنادم كتير. المهم انا تنحط دايما حوايجي حدا هادوك لي ميتر ناجور، المهم لعب راسي يعني شي شويه، المهم بدل شي شويه المنظر، بيان سور الواقي الشمسي تندير لي الواقي الشمسي مزيان البنات، من تيبغي يدير سور تندير لي الواقي الشمسي، ومن تيبغي يمشي للبحر غير يعوم تندير ليه الواقي الشمسي مزيان. هذا اللي هزيت معايا اليوم غارني سولير 50% والاخر نيفيا تا هو تاع الوليدات الصغار، هادو راه تنخدم بيهم ليا تا انا الوجهي وكل شيء. المهم افيكاس مزيانين واثمنه مناسبه، واحد تيدير واقيلا 17 اورو مع 19 اورو، ولكن خديته انا ناقص حتى 6 اورو في واحد لا بروموسيون خديته. المهم لعب شي شويه ورجعنا للدار تغدينا، لا يربي درنا الكوتي وتكيت مع راساتي، ومن بعد خرجت انا والسيده صاحبتي ما رجعنا للدار حتى ديك العشرة ونص. المهم خرجت انا وياها حتى السبعة ونص ومشينا كلينا شي شوية في الغيستو، خديت انا لي مول لي فخيت، سمحوا لي ما فيلميتي ما فيلميتش حيت نسيت انني نفيلمي بعد النوبات، ما تنفيلميش كلشي لانني تنسى. يا خدينا دو كلاص تاع لي سوربي، شتوني راني لابسه هاد الكاوي وعلى قبليت كاين شي شويه تاع البرد اليوم، فوالا صندله تاع الميكا، هاد صندله تاع الميكا انا ما تتخطانيش في الصيف، عندي صنادل تاع الجلد وعندي كلشي ولكن تعجبني هذيك الصنيضيله تاع الميكا خفيفه وهاد الكاوي خفيف والصراحه ولا زوين. لقينا واحد لانيماسيون
في سميتو في جيت البحر زوينة، ما خليتش لكم الصوت بزاف تسمعوا لأن هذه الأغنية فيها حقوق النشر. المهم كانوا تلعبوا هذاك الشيء. المهم خرجنا بدلنا المنظر. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، خليت لكم الصحة والراحة والعافية، ونطلقوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. خرجوا البنات، خرجوا مرة مرة، خرجوا. خرجوا يضربكم شي شوية البرد، ماشي بالضرورة ان بنادم يمشي بعيد، من ادم غير خرج يضرب دويرة. المهم عجبني الحال، ورجعت في الاخر في الليل نعس مزيان على قبليت فريمون. منتي ضربني البرد، وتندوز واحد النهار مشارجيا تنعس مزيان، كان نهار مشارجي. وحاولت انني تنحاول انني ندير لكم فلوغات في هاد الوقيته تاع الصيف، تنبدلوا شي شويه القناه، ما تنبغيش التغيير تاني. خليت لكم الصحه والراحه والعافيه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. ما تنسوش ليا لايك وتعليق، الله يسهل لكم والله يعاونكم.